بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله هنبدا نشرح جزء الثري فيز ريكتفاير الخاص بالفولي كنترولد، لان احنا شرحنا اخر سيكشن مع بعض كان الثري فيز هاو في ريكتفاير. هنشرح الجزء الثاني من الشابتر اللي هو الثري فيز فولي كنترولد ريكتفاير. طيب كنا شرحنا قبل كده الهاو في ريكتفاير كان موجود فيه 3 سيروستر مع 3 فاز مع اللود بتاعي. النهارده هنشرح الفولي كنترول، وده بيبقى فيه 6 سيروستر زي ما احنا شايفين كده بالظبط. فبيبقى فيه الترتيب اللي موجود بتاعهم بيبقى سيروستر 1 و3 و5، ومن تحت الجزء اللي تحت 4 و6 و2. فعندي هنا زي ما احنا شايفين كده، ده سيروستر 1 3 5، يعني ده الترتيب اللي لازم يكون موجود بالشكل ده كده. عندي بعد جاي في الجزء اللي تحت 2، بعد كده 4، بعد كده 6. فانا لازم نمشي بالترتيب ده معايا في الاوبريشن، ما ينفعش سيروستر 1 و2 و3، لازم نكتبهم بالمنظر ده كده علشان انا محتاج السيكونس ده علشان يطلع لي الفي اوتبوت اللي انا محتاجه. طيب زي ما درسنا برضو في الهاف ويف، الار والال والاي باك، وتكون ال دي كبيره جدا بحيث ان هي تخلي التيار الاوتبوت بتاعي بتاع اللود يكون دي سي. نفس الموضوع برضو هندرس الار والال والاي، وتكون ال بتاعتي كبيره، بس المره دي على 6 سيروستر بالشكل ده. ايه الفرق بقى ما بين الجزء اللي انا شرحته المره اللي فاتت من حيث الفي اوتبوت، من حيث البريودك تايم، شكل الويف فورم عامله ازاي، ما بين الهاف ويف ما بين الفول ويف الفولو كنترول؟ طيب لو احنا بس بدانا كده نفتكر حاجات معينه كده، كنت بقول قبل كده ان الفي اي ان بيكون الجهد الفازه الماجنيتيود بتاعها في ساين اوميجا تي، بتيجي بعدها الفازه بي ب 120 درجه، بعد كده الفازه سي ب 120 درجه بعد الفازه بي، ماشي؟ طيب الشكل ده مهم جدا، لازم انت تكون عارفه كده، ان انا عندي في هنا سيروستر 1 بعد كده 3. فزي ما احنا درسناه المره اللي فاتت ان 3 ده بيشتغل بعد سيروستر 1 ب 120 درجه، وسيروستر 5 يشتغل بعد 3 ب 120 درجه، ماشي؟ فالموضوع سهل جدا ان لو انا خدتها بالمنظور ده. المنظور ده اللي هو ايه؟ ان انا ادرس الثلاثه اللي فوق لوحدهم في جزء لوحدهم كاني بدرس هاف ويف ريكتفاير زي ما عملت المره اللي فاتت، وادرس الجزء اللي تحت ده برضو لوحده يكون جزء هاف ويف، يعني الثلاثه فيز دول مع الثلاثه اللي تحت في جزء لوحدهم، والثلاثه اللي فوق دول مع الثري فيز في جزء لوحدهم، وابدا بعد كده ادرس البي اوتبوت بقى عامل ازاي. طيب من الاول كده زي ما احنا شايفين مع بعض ان هنا الجزء لما 1 او 3 او 5 يشتغلوا هيطلعوا لي جهد هنا على البوستيف نود الخاصه بالفي اوت، ولو 2 و6 و4 اشتغلوا هيطلعوا لي الجهد بتاعهم على النيجاتيف نود الخاصه بالفي اوت. فكده الفي اوتبوت في الاخر هيبقى شايف ايه؟ هيبقى شايف الجهد اللي هيظهر من فوق اللي هيطلع من التلاته دول، ناقص الجهد اللي هيظهر من التلاته سيروستر اللي موجودين من تحت. فهسمي النقطه اللي فوق دي هي الفي بي اللي هو البوستيف فولت اللي هيطلع من التلاته سيروستر دول لما يشتغلوا، وهسمي الجهد اللي تحت ده في ان، ده الخاص بالجهد اللي هيطلع لما التلاته سيروستر اللي تحت دول يشتغلوا. وفي الاخر هيبقى الفي اوتبوت بيشوف الفي بي ناقص الفي ان. طيب مبدئيا كده برضو لازم ان اعرف السيكونس التشغيل عامل ازاي، لان ده هيبقى مهم جدا معايا. ان عندي سيروستر 1 لما يشتغل، علشان الفي او بتشتغل لازم واحد من فوق المسار بقى عشان يشتغل يمشي بواحد من فوق فيعدي في الفي او بت كله اللي هو اللود، وبعد كده يرجع بقى في اي سيروستر من اللي تحت. بس لازم ناخد بالي بقى ان ما ينفعش 2 على نفس البرانش يشتغلوا، يعني ما ينفعش 1 و4 يشتغلوا مع بعض. ليه؟ علشان لو 1 و4 اشتغلوا مع بعض هيطلعوا لي هيعملوا لي شورت سيركت على الاوتبوت، وانا مش عاوز اعمل شورت سيركت، انا عاوز اطلع خارج على الاوتبوت هنا. فعشان يشتغل لازما 1 من فوق مع 2 من تحت، يعني سيروستر لو انا بتكلم بقى على اللي بيحصل فعلا هيكون سيروستر 1 فوق، فالاحتمالات الثانيه اللي تحصل ان سيروستر 2 وسيروستر 4 سيروستر 2 وسيروستر 6 يشتغلوا معايا من تحت. طب لما 3 يشتغل الاحتمالات اللي تشتغل معاه ان سيروستر 2 وسيروستر 4 يشتغل معاه، بعد كده سيروستر 5 يشتغل بعد 3 ب 120 درجه، وهتلاقي اللي شغال معاه من تحت 4 و6.
طيب يا باشمهندس كده السيكونس بقى، انت قلت لي ان في احتمالات، السيكونس بقى هيمشي ازاي علشان المسار بتاعي يكتمل؟ طب لو دخلنا كده في السلايد اللي بعده هلاقي ان السيكونس بتاعي ماشي بالشكل ده، ان انا عارف ان سيروستر واحد هيشتغل 3 بعده ب 120 درجه زي ما انا حاملها كده، بعد كده سيروستر 5 هيشتغل بعد 3 ب 120 درجه، دول الثلاثه اللي فوق اللي هم هيطلعوا لي جهد بوستيف على الطرف البوستيف بتاع اللود بتاعي. بعد كده في عند سيروستر 2 و4 و6 دول اللي هيطلعوا لي الجهد النيجاتيف. طيب السيكونس احنا كنا لسه قايلين من شويه ان سيروستر 1 هيشتغل مع سيروستر 2 او 6، بس لازم الواحد يشتغل 120 درجه. طيب فهلاقي ان سيروستر 2 ده هيشتغل بعد واحد ما بدأ ب 60 درجه بالظبط، يعني النقطه دي بعد ده ب 60 درجه هيبدأ 2 و2، اي سيروستر لما بيشتغل 120 درجه، فهلاقي ان 2 يشتغل بعد واحد ب 120 درجه. بعد كده بعد ما واحد يخلص يبدأ 3 يشتغل بعديه، ولسه 2 ما خلص ف2 كمان يكمل مع 3، لان كانت الاحتمالات لما سيروستر 3 يشتغل كان 2 و4 يشتغلوا معاه، وهكذا بقى يبدأ الموضوع بتاعي يتم بالشكل ده كده، ان كل واحد هيشتغل معاه 2 من تحت متقسمين بقى 60 درجة و60 درجة، بحيث ان بعد ما 4 يخلص 6 يبدأ يخش، فيلاقي ان 60 درجة موجودة مع سيروستر 5 وال60 التانية ترجع تاني مع سيروستر 1 هنا كده. طيب دي كده كان اول حاجة مهمة ان انا افرق في السيكونس التشغيل بتاعي. تاني حاجة عاوز اشوف بقى البريودك تايم هيتغير ازاي. انا المرة اللي فاتت كان البريودك تايم بتاعي كنت مديله قانون كده اللي هو 2 باي على الان، والان ده كان نمبر اوف سيروستر. طيب المرة اللي فاتت كان 2 باي على التلاتة اللي هي 120 درجة، فكده الاوتبوت بتاعي هيتغير 120 درجة، ده في 3 فيز هاف ويف. لكن المرة دي انا عندي 6 سيروستر، فلما احط 2 باي على الستة اللي هي باي على التلاتة اللي هي 60 درجة، فكده انا عرفت ان الفي اوتبوت بتاعي هيتغير كل 60 درجة. دي اول اختلاف عندي. تاني اختلاف ان المرة اللي فاتت كان الاوتبوت بتاعي شايف الفيز فولت بس، فكان انا بدرسه او بعمل معادلته على الفيز او برسمه كمان على الرسمة الويف فورم بتاعت الفازات، لكن هنا لا، انا لقيت ان هو طرح فازتين من بعض، يعني لما واحد وتلاتة يشتغلوا مع بعض بيطلعوا لي جهد اسمه بوزيتيف وده جهد فازة، لما 2 و4 و6 يشتغلوا مع بعض هيطلعوا لي نيجاتيف فولت وده برضو جهد فازه، فلما اطرح فازتين من بعض هيديني لاين فولت. يبقى كده تاني اختلاف ان الاوتبوت بتاعي هيبقى انا هرسمه على رسمه اللاين فولت. طب ايه الفرق ما بين اللاين والفيز؟ برضو شرحتها المره اللي فاتت ان اللاين فيه اختلافين ما بينه وبين الفيز. اول حاجه ان اللاين بيساوي جذر 3 من الفي فيز، ده كده كماجنتيود اللاين اكبر من في فيز مضروب في جذر 3 في الرقم بتاعه. وتاني حاجه ان اللاين كفيز هو ليد كفيز انجل، يعني هو ليد الفيز فولت ب 30 درجه، فلما ارسمه لازم اخد بالي او اخد في اعتباري ال 30 درجه الليد ما بين اللاين والفيز فولت. طيب انا بعد كده بس عشان اسهل في الحسابات لما اجي اشرح بعد كده، ان انا بدل ما كل شويه هكتب الفي لاين وهو الدكتور مش بيديني الفي لاين في المساله وبيديني الجهد الفيز فولت الماكسيمم، فانا عارف ان الفي لاين ماكسيمم بيساوي جذر 3 من الفي فيز ماكسيمم، فلما انا اشيل الفي لاين ماكسيمم واحط مكانها على طول جذر 3 في فيز ماكسيمم، او لو انا عاوز اخليها بالارم اس واضرب جذر 3 في جذر 2 يطلع لي جذر 6 في فيز ارم اس. هتمشي كده صح او كده صح؟ المهم ايه، لو هتمشي بالار ام اس فاليو زي ما انا كاتبها كده اضربها بجذر 6، لو هتمشي بجذر 3، لو هتمشي في الفي فيز ماكسيمم يبقى اضربه بجذر 3 بس. ماشي. طيب رسمه الفي انود كاسود بقى على اي سيروستر بتاعي هل هتتغير عن المره اللي فاتت؟ كان دايما رسمه الفي انود كاسود بنرسمها على اللاين فولت. ليه؟ لانه كان طرح برضه فاستين من بعض. هنا لو انا رجعت للشكل اللي فات بتاعي، لو انا عاوز اجيب الفي انود كاسود على اي سيروستر سواء واحد او ثلاثة او خمسة اربعة او ستة او اثنين، والله اي سيروستر الفي انود كاسود بتاعه يساوي الفي انود ناقص الفي كاسود. الفي انود هنا مثلا على سيروستر واحد هيكون الفي اي ان، فده ثابت دايما، والاوتبوت بتاعه هو جهد النقطة البوزيتيف اللي هنا بيظهر هنا ده، والاوتبوت ده زي ما قلت لك هو فيز فولت، هو يا اما في ان يا اما في بي ان يا اما بي سي ان. فلما اطرح اي ان ناقص اي ان بزيرو، اي ان ناقص بي ان يبقى اي بي، اي ان ناقص سي ان يبقى اي سي، يبقى كده برضو الفي انود كاسود
بيترسم على رسمة اللاين زيه بالظبط زي رسمة البي انوت كاسود في الفيز وفي الهاف ويف ريكتفاير في السيري فيز، يعني نفس الرسمة بالظبط زي ما عملتها المرة اللي فاتت في السكشن هي هي بالظبط، هنا مش هيتغير فيها حاجة لأن هي نفس القانون بالظبط. طيب ده كده الجزء الأول، كده بعض الاختلافات بس اللي وضحتها ما بين الجزء الهاف ويف والفول ويف، ما بين من ناحية البريودك تايم عامل ازاي، من ناحية الفي اوتبوت بتاعي هيبقى لاين ولا فيز، عرفت ان هو هيترسم على اللاين فولت، عرفت كمان السيكونس بتاع التشغيل هيبقى عامل ازاي، ان واحد بعد كده اتنين يشتغل بعد كده تلاتة وهكذا، وما بين كل واحد والتاني 60 درجة. فلو انا مثلا خدت ال60 درجة الاولى دي لما سيروستر واحد يشتغل وسيروستر ستة يشتغل، الاوتبوت بتاعي كده هيبقى عامل ازاي؟ يعني لو انا كده بتقول الاوتبوت ان هو بيساوي الفي بي اللي هو الجود اللي يظهر من الواحد، والفي ان اللي هو الجود اللي يظهر من ستة. فلو رجعت رسمه الثري فيز اللي انا راسمها، ان واحد لما يشتغل جهد النقطه اللي هنا دي هيبقى في اي ان، وستة لما يشتغل هيبقى جهد النقطه دي مين؟ في بي ان. الاوتبوت بتاعي هيشوف ايه؟ اللي فوق ده ناقص اللي تحت، فيشوف اي ان ناقص بي ان اللي هو ايه؟ اي بي. يبقى كده الفي اوتبوت شايف اي بي، يبقى ده لاين فولت. طب ال60 درجة اللي بعدها، واحد بيفضل مكمل شوية واتنين بيشتغل معاه، اتنين على الفي سي ان، يبقى اي ان ناقص سي ان اللي هو اي سي. بعد كده تلاتة خلص ال120 درجة يخش وراه، واحد خلص ال120 درجة يخش وراه تلاتة، تلاتة يبقى جود النقطة دي هو بي اي ان، واتنين لسه مكمل لان هو اشتغل 60 درجة بس مع واحد، يكمل 60 درجة تانية هنا، يبقى فوق هنا بي ان وتحت سي ان يبقى في بي سي. بعد كده اتنين يخلص يخش اربعة اللي هو ايه؟ يبقى كده في بي ايه. يرجع السيكونس اللي احنا كنا عاملينه في السيكشن المرة اللي فاتت، ان انا قلت كان بيبقى عندي 6 لاين وعملتهم لك بقى بالترتيب اللي هو في اي بي، بعد كده في اي سي، بعد كده في بي سي، بعد كده في بي اي، بعد كده في سي اي، بعد كده في سي بي. يبقى كده اللي هيظهر عندي كل 60 درجة الاوتبوت بتاعه بيتغير وبيبقى لاين فولت وبيبقى واحد من السيكونس اللي انا قلت لك عليهم دول. فلازم انا ارسم ال6 لاين دول واخد في اعتباري ان انا برسم لاين فولت، يعني لازم أن يكون اكبر في الماجنتيود، وكمان الفيز انجل بتاعته لازم أن تكون ليد ب30 درجة. طيب هنشرح براكتيكال اكزامبل كده، ده مسألة من الامتحانات موجودة عندك. مسألة زي كده جايب لي رسمة ار ال، والال دي بيقول لي في المسألة ان ال السولار ال دي كبيرة، ده معنى كده ان الاي اوتبوت بتاعها هيبقى كونستنت. طيب الترتيب بتاعي 1 3 5 زي ما الدكتور رسمه كده، وتحت 4 6 2 زي ما احنا كنا لسه قايلينها من شوية، والفازات بتاعتي اي ان بي ان سي ان. طيب في الحالة اللي قدامي دي او في الشكل ده، اول سؤال دايما بيجي لك زي ما قلت لك في السكشن، لازم انا يجي لك ان انت تعمل اثبات للفي اوتبوت اللي بيطلع ده قيمته بتساوي ايه كاكسبريشن، بس فانكشن في الفا، مش عاوز ناتج ليه، مش عاوز رقم، انا عاوز اكسبريشن يكون افريج فاليو للاوتبوت فولت يكون فانكشن في الفا. ده اعمله ازاي؟ لازم انا الاول ادرس الفي اوتبوت ده عامل ازاي كرسمه، وبعد كده ابدا اشوف التكامل بتاعي يبقى عامل ازاي. طيب لما اجي ارسم، ناس تركز معايا، لو انا عملت هنا الشكل الرسمه بتاعتي، الاول كنت بعمل ايه؟ برسم الفي ان زي ما عودتك المره اللي فاتت في السكشن، يعني المره اللي فاتت عرفتك ازاي ترسم التلات فازات اي ان وبي ان وسي ان، وتاني حاجه ترسم برضو اللاين. خلينا في الفازات الاول، لان انا قلت ايه؟ قلت انا محتاج ارسم الجهد البوزيتيف اللي هيظهر من التلاته سيروستر اللي فوق، والجهد النيجاتيف اللي هيظهر من التلاته سيروستر اللي تحت. انا هنا في المساله بقول ان الفا بستين درجه، فانا هشتغل على 60 درجة اللي هو ايه يا باشمهندس؟ ان انا هاجي هنا من اول نقطة الانترسكشن وابدا اعد 60 درجة. لو انت بترسم بالشبونة خلاص انت عارف ان هتعد من اول نقطة الانترسكشن، تعد من نقطتين كل نقطة ب30 درجة، يبقى دي 30 60، يبقى كده دي كده الفا لسيروستر واحد، يعني بعد ما حددت الريفرنس يبقى ده الفا لسيروستر واحد. نفس الكلام ده الريفرنس بتاع سيروستر تلاتة، وعد بعده 60، نفس الكلام ده الريفرنس بتاع سيروستر 5 وعد 60 درجة، يرجع تاني سيروستر 1، لان انا قلت لك الترتيب اللي فوق مش 1 2 3، لا هو 1 و3 و5،
فلازم اعملها بنفس الترتيب بالظبط. طيب وابدا ارسم بقى كان انا بالظبط زي ما قلت لك، كاني هقسم المساله بتاعتي لجزئين، جزء هاف ويف فوق وجزء هاف ويف تحت. فالهاف ويف اللي فوق زي ما انا رسمتها المره اللي فاتت، ان بعد ما احدد الفا ابدا اشوف الجهد بتاعي بقى عامل ازاي. انا هنا رسمت عند الفا ب 60 درجه. اول حاجه مدي فايرنج السيروستر واحد، يبدا واحد يشتغل، يبدا نقطه البوزيتيف فولت اللي هتطلع منه يبقى في اي ان، وافضل مكمل معاه زي ما انا ماشي كده بالبوينتر اللي انت شايفه الاحمر ده، فضلت ماشي معاه. ده انا حتى هنزل في الجزء السالب، لان انا مش شايف اصلا اللود لسه، انا مش برسم لود، انا برسم جهد هيظهر من الثلاثه سيروستر دول. فاللي هيطفي سيروستر واحد هو لما انا اشغل ثلاثه، لما اشغل ثلاثه هيطفي واحد، فلما اشغل ثلاثه يظهر جهد الفي بي ان، يبقى بعد ما اخلص اي ان هنا يظهر في بي ان، وافضل مكمل معاه ماشي معاه بالشكل ده كده. نفس الفكره، اللي يطفي ثلاثه لما اشغل خمسه اروح مشغل خمسه، وهكذا لحد ما ارجع تاني واكرر سيروستر واحد تاني. يبقى اللي انا عامله فوق ده التهشير الخطوط اللي انا ماشي عليه ده، ده الجزء او الفولت اللي هيظهر من الثلاثه سيروستر اللي فوق، اللي احنا سميناه وقلنا ان انا اسميه في بي. في بي اللي هو البوزيتيف فولت اللي يطلع من الثلاثه سيروستر اللي فوق. كده كاني رسمت هاف ويف ريكتفاير زي المره اللي فاتت. طيب اعمل ايه تاني؟ هكرر نفس الموضوع بس هكرره للثلاثه اللي تحت، للثلاثه سيروستر اللي تحت. طيب هرجع لحته مهمه قوي، ان انا لو انا عندي، لو انا عندي سيروستر اتنين عشان يشتغل، انا حددت الريفرنس بتاع واحد ازاي؟ قلت ان انا عاوز اجيب الانود بتاعه يكون اعلى من الاثنين التانيين، فدورت امتى يكون في اي ان اعلى من الاثنين التانيين. ليه الفي ان يكون اعلى؟ لان ده على الانود، فلازم يكون الانود اكبر من اللي على الكاثود. نفس الموضوع بقى لو انا مثلا عاوز اشغل سيروستر اتنين، بس اللي انا عارفه دلوقتي هو اللي على الكاثود. ليه؟ لان اللي على الكاثود ده هو في سي ان. طيب امتى بقى اتنين يشتغل؟ والله لما يكون اللي على الانود هو اللي اكبر من على الكاثود. يبقى لازم اي حاجه على الانود تكون اكبر من اللي على الكاثود عشان اتنين يشتغل. يبقى لازم اللي على الكاثود يكون اقل حاجه من اللي على الكاثود. طب اللي على الكاثود واللي على الانود هو ايه؟ لا اما بي ان يا اما اي ان. يبقى اللي هنا كده لا اما بي ان لا اما اي ان، واللي على الكاثود هو سي ان. يبقى لازما عشان اشغل اتنين لازما يكون اي ان وبي ان اكبر من سي ان، او معنى تاني ان سي ان يكون اقل من الاتنين دول. يبقى عشان اشغل سيروستر اتنين لازما يكون سي اي ان، لازما سي ان اقل من اي ان وبي ان. عشان اشغل سيروستر سته لازما يكون في بي ان اقل من الاتنين التانيين. عشان اشغل سيروستر اربعه لازما يكون اي ان اقل من الاتنين التانيين. هشوف ده على الرسم. لو انا جيت على الرسم هنا وضحت لك، انا جيت هنا في اللحظه دي هنا كده، ده مين؟ ده بي اي ان، ده بي ان، ده في بي ان. في بي ان ده كده اقل حاجه. طيب فضلت ماشي لحد ما قابلني اول انترسكشن. اول انترسكشن ده اللي هو الجزء اللي انا ماشي عليه ده كده، الحته دي هي مين؟ الحته دي هو الجزء اللي هو في سي ان، اللي هو ده الكاثود او الجهد اللي موجود على الكاثود بتاع سيروستر 2. فلما يكون هو كده اقل حاجه تحت، ليه؟ لان بي ان اكبر منه واي ان اكبر منه. يبقى من اول النقطه دي جهد البي الفي سي ان اقل من الجهد التانيين اللي هو اي ان وبي ان. يبقى ده نقطه الريفرنس بتاعت سيروستر 2 اللي انا هبدا اعد من عندها الفا. نفس الكلام، طيب لو كملت الانترسكشن التاني هنا هلاقي ان انا اي ان هو اقل من الاثنين التانيين، وان ده اللي هو كان الكاثود بتاع سيروستر 4. يبقى ده الريفرنس بتاع سيروستر 4 هنا كده، ده في بي ان. في بي ان ده الكاثود اللي كان على سيروستر 6، فهنا لما يكون اقل حاجه فده كده الريفرنس بتاع سيروستر 6. يبقى انا كده حددت الريفرنس بتاع الثلاثه سيروستر اللي تحت. زي ما عملت فوق هعمل تحت، زي ما عديت من الريفرنس 60 درجه هعد من اللي تحت 60 درجه برضو. فاجي هنا اعد 60 درجه على الشبلونه، يبقى كده دي البدايه بتاع سيروستر 2، وهعد 60 درجه من الريفرنس بتاع 4 يبقى دي البدايه بتاع سيروستر 4. اعد من هنا كده 60 درجه يبقى دي البدايه بتاع سيروستر 6.
وابدا اعد بقى من اول الفا 2 هنا نفس الكلام بقى، انا عاوز ارسم الجهد اللي هيظهر من الثلاثه اللي تحت لوحدهم من غير ما ابص على اللي فوق. فلما 2 يشتغل الجهد اللي عليه اللي هيظهر اللي هو ايه؟ اللي هو في سي ان. فهلاقي ان انا همشي من اول انك همشي على سي ان اللي هو ده، هفضل ماشي عليه لحد ما 4 يشتغل، لان اللايت في 2 هو سيروستر 4، فافضل ماشي عليه ماشي عليه لحد ما اجي عند النقطه دي بالظبط، لقيت ايه؟ لقيت الفايرنج بتاع سيروستر 4، يبقى كده يطفي على طول ويبدا 4 اللي يشتغل يشوف الجهد الاي ان، لان يعني اللي على الكاسود اللي كان عليه اي ان، فلما 4 يشتغل الاوتبوت اللي عليه هيظهر اي ان، فافضل ماشي على اي ان لمده 120 درجه برضو لحد ما 6 يشتغل، 6 يشتغل يروح طف 4، ف6 لما يشتغل هيشوف مين؟ هيشوف بي ان. يبقى اللي مرسوم عليه دوائر صغيره ده الجهد النيجاتيف، انا سميته في ان، اللي هيظهر من 2 و4 و6. واللي مرسوم متهشر فوق كده بالخطوط اللي انا عاملها دي كده، ده الجهد البوزيتيف اللي هيظهر من الفي من الواحد وتلاتة وخمسة. كده انا رسمت اي ان، كده رسمت ثلاث فازات اي ان وبي ان وسي ان، وكمان رسمت الجهد البوزيتيف اللي هيظهر من التلاتة فوق، واحد وتلاتة وخمسة اللي هيظهروا من فوق، ورسمت كمان الجهد اللي هيظهر من 2 و4 و6 لما يشتغل. طيب انا مش عاوز ارسم دول، انا مش دول اللي يهموني، انا عاوز ارسم الفي اوتبوت. انا لقيت بقول لك ان الفي اوتبوت في الاخر هيشوف الجهد البوزيتيف اللي فوق على الطرف الموجب ناقص الجهد ده. فانا لقيت كمان ان الاوتبوت ده لما اطرح الثلاثه اللي فوق دول ناقص الثلاثه اللي تحت، يبقى فازه من فازه يبقى ده لاين، فما ينفعش ارسم جهد الاوتبوت هنا، لازم ارسم بقى اللاين فولت. طب اللاين فولت بقى لما ارسمه يبقى عامل ازاي؟ زي ما عملت قلت لك قبل كده ان انا لازم أن اختار ماجنيتيود اكبر من الفيز فولت اللي انا رسمت بيه، فملاحظ ان ده اكبر من ده. تاني حاجه ان انا عارف ان اللاين فولت ليد الفيز ب 30 درجه، فجأة بالشبلونه كده على خط الريفرنس اللي هو الزيرو ده، واعد قبله ب 30 درجه على الشبلونه، وابدا ده يبقى ده نقطه الزيرو بتاعي لللاين فولت، وابدا بقى اكرر تاني زي ما علمتك المره اللي فاتت في السكشن كده ازاي ترسم اللاين فولت. ابدا من اول هنا ارسم على الشبلونه بتاعتي الفي اي بي، ده اول لاين هيقابلني، واكمل بقى الست لاين اللي بعده. انا عارف ان زي ما قلت لك من شويه ان الست لاين ما بينهم 60 درجه في الشفت، فاجي على الشبلونه اعد 60 درجه، ادي 30 60، يجي اللي بعده على طول هو ايه؟ اي سي، وبعد كده بي سي، وبعد كده بي اي سي اي سي بي، يبقى كده ان رسمت الست لاين. طيب الحته المهمه بقى اللي هي ايه؟ اللي انا بقول لك دي كانت بدايه الفا لسيروستر واحد، ودي هي بدايه الاوبريشن بالنسبه لي، فانا منزل خط كده لتحت، الخط ده كده دي بدايه الاوبريشن بتاعي. بعد كده ايه؟ مين اللي كان شغال معاه من تحت؟ سيروستر كام؟ سيروستر 6، زي ما قلت لك 6 كان شغال معاه 60 درجه، وبعد كده 2 اشتغل معاه. لا انا خليني 1 و6 دلوقتي، يبقى لما من اول هنا 1 كان اي ان و6 بي ان، يبقى لما اطرح اللي فوق ده ناقص اللي تحت اي ان ناقص بي ان، هيديني ايه؟ هيديني اي بي. فاجي هنا في الحته دي اللي هي 60 درجه اللي قدامي دي، وانزل هنا كده هلاقيني من اول هنا كده انا 60 درجه انا عاوز امشي على اي بي، يبقى من اول هنا افضل ماشي على رسمه الاي بي ده، الاي بي اهو، بس اجي في الفتره بتاعته اللي هو 60 درجه وافضل مكمل معاه لحد ما اوصل ان ال 60 درجه تخلص، او لحد ما سيروستر 2 يشتغل. 2 لما 1 فضل شغال هنا كمل معايا، و2 بقى رجع اشتغل، 2 اللي هو ايه؟ اللي هو سي ان، يبقى اي ان من فوق ناقص سي ان يبقى اي سي، واجي هنا كده في ال 60 درجه دي اروح ماشي على رسمه الاي سي، ادي الاي سي اهو، اجي في الفتره بتاعته واكمل الاي سي، هلاقيني لوحدي كده مكمل الست لاين اللي انا عارفهم اللي انا كنت حافظهم بالسيكونس بتاعي، ان هنا اي بي بعد كده ب 60 درجه اي سي بعد كده ب 60 درجه بي سي بعد كده بي اي سي اي سي بي. يبقى انا كده رسمت اللاين فولت ورسمت الاوتبوت فولت، رسمته على رسمه اللاين، يبقى اللي انا رسمه ده هو الاوتبوت فولت، لكن اللي فوق دول هو الجهد اللي هيظهر من الفازات اللي فوق واللي تحت. الاوتبوت هيشوف اللي فوق ناقص اللي تحت، فطرحت كلهم كل 60 درجه، وانا عارف ان البريودك تايم بتاعي هيتغير كل 60 درجه زي ما انا شايف كده. طيب دي كده كرسمه. انا عاوز اعمل ايه؟ انا عاوز اعمل اكسبريشن للافرج فاليو للاوتبوت فولت، انا عاوز اشوف الافرج اللي انا مطلعه ده للاوتبوت ده هيبقى القانون بتاعي عامل ازاي فيه،
والله انا عارف ان انا محتاج انا لسه بقولك ان البريودك تايم بتاعي زي ما انت شايف كده بيتكرر كل 60 درجة، واللي انا قلت لك عليها من الاول يا باي على التلاتة، يبقى ده بيتكرر كل 60 درجة. تاني حاجة انا عاوز بقى كامل المعادلة دي، معادلة اي لاين في يوم، انا امسك الكيرف ده اللي هو الخاص بالاي بي. طيب البداية هنا بتساوي ايه بقى؟ بداية الخط ده بتساوي ايه؟ لو انا جيت لك هنا كده عند البداية دي بالظبط، البداية دي معناها ايه؟ ان انا اعد الحتة دي كده هي الفا اللي انا كنت عديدها في الاول، والحتة دي 30 درجة، يبقى الفا زائد باي على الستة، يبقى دي كده الفا زائد باي على الستة. ده كده الفا زائد باي على الستة. طيب دي كده البداية بتاعتي اللي هي الاول هنا، بس انا يا باشمهندس مش برسم بالنسبة انا برسم بالنسبة لكل نقطة الزيرو صح؟ فانا دلوقتي النهاية بتاعتي بعد دي بستين درجة، يبقى هنا زود على ده 60 درجة، يبقى الفا زائد باي على الستة، وستين يبقى كام؟ 90 درجة، يبقى الفا زائد باي على الاتنين. طيب يبقى كده اللي عندي ايه؟ هو البداية الفا زائد باي على الستة، والنهاية الفا زائد باي على اتنين. ده كده لو انا واخد الحدود بتاعتي بالنسبة للريفرنس بتاع الفيس، بس انا لو واخده بالريفرنس بتاع اللاين اللي هو هنا بداية الزيرو بالنسبة لي، فلازم انا ازود ايه بقى على الحدود بتاعتي؟ لازم انا ازود باي على ستة اللي هي 30 درجة اللي قلت لك اللي هي ليد عن الفيز، فازود على ده 30 درجة، يبقى الفا زائد باي على ستة زائد باي على الستة، وازود ده على 30 درجه، الفا زائد باي على 2 زائد باي على السته برضو. فلما اجي اشتغل بقى على القانون بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ هاجي هنا كده في اوت افرج 1 على 2 باي على السته اللي هي 3 على باي، زي ما قلت لك من شويه، ده الفا زائد باي على السته زائد باي على السته، هروح مزود على ده قد ايه؟ ازود عليه كام؟ 60 درجه، يبقى اللي تحت ده روح مزود عليه 60 درجه، لان الموجه بتاعته بتتغير كل 60 درجه. في المعادله بتاعتي يا معادله اللاين في لاين ماكسيمم ساين اوميجا تي، يا باشمهندس امال فين ال 30 درجه اللي انا المفروض ان انا بحطها هنا في اللاين؟ ما ال 30 درجه اللي هي في اللاين دي هي اللي انا زودتها في الحدود دي فوق وتحت. ادام انا بدات من الزيرو بتاع اللاين يبقى ما ينفعش احط هنا 30، لو انا حطيت حدود الفيز يبقى ازود هنا 30 درجه. ماشي كده؟ طيب بعد كده هكمل بقى عادي، يبقى ده الفا زائد 30 زائد 30، يبقى الفا زائد 60 اللي هي باي على الثلاثه، والفا زائد 60 و60 اللي هي 120، يبقى الفا زائد 2 باي على 3. هشيل الفي لاين ماكسيمم واعوض بدلاله الفيز، لو انا عاوز زي ما قلت لك قبل كده لو عاوزها بدلاله الار ام اس فاليو يبقى ايه؟ يبقى جذر 6، لو عاوزها بدلاله الماكسيمم يبقى جذر 3 في ساين اوميجا تي. واكمل بقى بقيه القانون بتاعي عادي، ان عند الفي اوت افريج يبقى هنا كده ده هيبقى 3 على الباي في جذر 6 في فيز روت من سكوير تكامل الساين نيجاتيف كوزاين اوميجا تي من الفا زائد باي على 3 الفا زائد 2 باي على 3، واعوض بحدود التكامل اللي تحت ناقص اللي فوق، وابدا اعوض عادي. انا عارف ان كوزين مجموع زاويتين زي ما عملتها في السكشن اللي فات كده، هيبقى كوزين كوزين ناقص ساين ساين، نفس الكلام بالشكل ده، هيبقى كوزين كوزين ناقص ساين ساين. ده كده هبدا بقى اعوض، الاقي ان ساين ال 120 درجه اللي عندي هتبقى بجذر 3 على الاثنين، وساين الستين برضو بجذر 3 على الاثنين، فيروحوا مع بعض لان ده بالسالب وده يبقى بالموجب، يروح مع بعض. هنا كوزين ال 120 درجه بتاعتي سالب نص، وفي سالب هنا يبقى موجب، وهنا كوزين الستين بنص، يبقى نص كوزين الفا زائد نص كوزين الفا، هلاقي في الاخر كوزين الفا مضروب في الرقم اللي بره ده كده، فهلاقي ان الناتج النهائي بتاعي هو 3 جذر 6 على الباي في فيز ار ميس في كوزين الفا. او لو انا عاوز اجيب دلاله الماكسيمم يبقى 3 جذر 3 على الباي في فيز ماكسيمم كوزين الفا. ده كده اول سؤال اللي هو اثبات او اكسبريشن للاوتبوت فولت الافريج فاليو بتاعه. ماشي كده؟ هتبدا بقى تخش لتاني حاجه، لو انا رجعت للمساله تاني يقول لي ايه في المساله؟ بعد ما عملت الاثبات اهو بيقول لي بقى احسب الافريج فاليو للتيار، وكمان الروت مين سكوير فاليو للاي سي. التيار اللي هو ده اللي هو الاي اوتبوت، فانا عاوز اجيب الاي اوتبوت افريج. طيب بما ان اللود ده هو ار ال، ار ال والال دي كبيره، فانا شغال دي سي، فالال مش موجوده عندي،
فيكون ال في اوت افرج اللي طلع كله على مين؟ على الار. لو كان عندي في باك ام اف هنا بطاريه، فكنت اقول في اوت افرج ناقص الاي باك مقسوم على الار، بس هنا الاي باك بزيرو، فيبقى على طول في اوت افرج على ايه؟ على الار. انا عندي اهو في اوت افرج على الار، عند الفا مدالي في المساله ب 60 درجه، وانا مطلع القانون من شويه اللي هو انا عملت له اثبات. الفي فيز ارم اس ب 110، الالفا بتاعتي ب 60، عوضت على الال على طول، وبعد كده قسمت بقى على قيمه الار اللي عندي، يبقى قسمت ده على ده، هطلع اللاي اوت افرج في الاخر ب 25.73. طيب ده كده الاي اوت افرج. عاوز كمان الروت مين سكوير فاليو لمين؟ للفيز كارنت. هو ايه الفيز كارنت الاول؟ ابص هنا كده، لو انا رجعت للسيركت بتاعتي، ده اي فيز، ده تيار الفازه نفسه اللي هو اي ايه، وده تيار الفازه، وده تيار الفازه. المره اللي فاتت كان تيار الفيز، لان انا ما كنتش بشوف الثلاثه اللي تحت دول، فكان تيار الفيز هو تيار السيروستر على طول، وعملت له اثبات وقلت لك خلي بالك من الاثبات بتاعه او القيمه بتاعته ان هو بيساوي ايه؟ اي اوتبوت افريج على جذر 3. طيب بس المره دي ان الفيز كارنت هو عامل ازاي؟ هو طرح تيارين من بعض، طرح التيار واحد ناقص تيار 4. فانا عشان ارسم اي اي مثلا لازم يكون عندي 1 و4، عاوز ارسم اي بي يبقى لازم يكون عندي 3 و6، عاوز ارسم اي سي يبقى لازم يكون عندي 5 و2. فكده عشان ترسم اي تيار فيز لازم يكون عندك تيارين بتاع الاثنين سيروستر بتاع البرانش بتاعهم، لازم ارسمهم. وهنا في المساله بيقول لي اي سي ارم اس، اي سي اللي هو ده، فانا لازم عشان ارسمه واجيب له القيمه بتاعته لازم يكون عندي سيروستر 2 وسيروستر 5. فهاجي في الرسمه بتاعتي واجي هنا اعمل مجرد ان انا بعمل اسقاط بس في الرسم. ازاي؟ انا كان عندي الفيز اللي انا كنت راسمه كده من شويه، عاوز ارسم مثلا سيروستر 2، فاجي في الحته اللي 2 شغال فيها من اول هنا، من اول الجزء ده لحد الجزء ده كده 2 شغال هنا، وهيكون مرسوم بالشكل ده كده. فاحنا ليه دي سي؟ عشان ال بتاعتي كبيره، فيكون من هنا لهنا كده اي 2 شغال. ماشي. طب ليه يا باشمهندس مش رسمه بالسالب؟ مفيش تيار بيمشي في اي سيروستر بالسالب، لازم يترسم باتجاه الموجب بتاعه. تاني حاجه عاوز ارسم اي 5، اي 5 اللي هو لما سيروستر 5 بيشتغل، 5 شغال من اول هنا لحد هنا، يبقى في الحته دي موجود اهو هنا كده، وكمان كان موجود قبل 1 يبقى كان موجود في الحته من هنا لهنا، يبقى موجود هنا. اطرح بقى الاثنين بقى، اطرح 5 ناقص 2، يعني انا بطرح اللي تحت ده ناقص اللي فوق، يبقى ده ناقص ده يطلع لي ده موجب، بعد كده 0 ناقص ده يطلع لي سالب، وهكذا. انا بقى كده رسمت اي 2 واي 5 واي سي، وده سؤال السكتش برضو اللي هو الدكتور طالبه في المساله دي، قال لك ارسم الفي ان وفي بي ان وفي سي ان، وبعد كده ارسم تيارات اي 2 واي سي احنا رسمناهم. بس انا محتاج الاي سي ده في الحسابات، بيقول عاوز اجيب له الار ام اس فاليو بتاعه. طيب والله انا هبدا مثلا من هنا كده، ماشي. لو انا عاوز ابدا من لان هنا اللي هنا ده قبل الالفا بتاعتي، انا لو انا هبدا من هنا كده عاوز اشوف ده، ما ده لما اجيب له الار ام اس فاليو بتاعه هيتربع يبقى فوق، يبقى كده. فده بقى هيبقى عامل ازاي بقى؟ او البدايه بتاعته كام والنهايه كام؟ والله انا عارف اصلا ان هو كده كده الحته دي اي سيروستر لما بيشتغل 120 درجه، ماشي. بس البدايه بتاعته كام؟ لو انا هاجي هنا من النقطه دي كده اهي، هي بدايه سيروستر 2، ماشي، او بعد دي الالفا بتاعتي، دي الالفا اللي موجوده هنا، وبعد كده هزود عليها 60 درجه اللي موجوده هنا اللي هي بدايه سيروستر 2 هنا. مش احنا قلنا 2 بيشتغل بعد 1 ب 60 درجه، فالريفرنس اللي انا كنت واخده الواحد زود عليه 60 درجه، وبعد كده دي بقى دي البدايه. يبقى انا كان الريفرنس بتاع الاول كان كام؟ كان الفا زائد باي على الستة، ده كان الريفرنس بتاع سيروستر واحد، ده هو بيشتغل بعده ب 60 درجه، فزود عليه باي على التلاته كده، يبقى كده ده البدايه بتاعتي، وهيقعد 120 درجه. يبقى انت الرقم اللي عملته ده تيجي هنا كده وتزود عليه 120 درجه اللي هو 2 باي على التلاته، واجي بقى اعمل القانون بتاعي عادي بقى فيه اهو، ادي الالفا
اللي موجودة عندي 5 الفا زائد باي على الستة. بس خلي بالك بقى هنا كده، بص انا عملت ايه، انا رحت جمعتهم بقى كلهم على بعض اللي كانوا موجودين عندي، فكان البداية بتاعتي زي ما قلت لك انا ازود عليها الفا زائد باي على الستة، والنهاية زود عليها 120 درجة بقى اي اوتبوت افريج تربيع. ده كده لموجة واحدة بس، هما بيتكرروا مرتين، فبضرب في كام، فبضرب في 2 موجودة هنا بره ماشي، واروح مكمل بقى اطلع الاي اوتبوت افريج هنا بره، يبقى الاتنين دي مع الاتنين، والاي اوتبوت افريج ده ثابت تكامل كده الاوميجا تي، وعوض باللي فوق ناقص اللي تحت، هيطلع لي 180 ناقص 60 درجة اللي هي 120، اللي هي 2 باي على التلاتة، والباي هتروح مع الباي يفضل لي الجذر 2 على التلاتة. يبقى كده اي سيروستر ار ام اس فاليو في الفول كنترول ده يساوي هو جذر تلتين من الاي اوتبوت افريج، لكن في الهاف ويف كان بيساوي اي اوتبوت افريج على جذر 3. ما انساش بقى القيمه دي خالص يعني، واروح معوض بقى خلاص بالارقام الجيفن اللي عندنا، جايب الاي اوتبوت افريج هنا في جذر 2 على 3 طلع لي ايه 21 امبير ماشي. وده السكتش بتاعي اللي انا كنت لسه رسمه من شويه. ده كده كان السؤال الاول في المساله. تاخد بالك انت بقى عند اي الفا موجوده انا خلاص همشي بالسيكونس نفسه، السيكونس اللي هو يا باشمهندس اللي هو حتى لو كانت الفا ب 90، الفا ب 30، الفا ب 120، الفا ب 150، انا كل الموضوع ان انا محدد الريفرنس اللي موجود اللي هو الانترسكشن، وعد بعديه قيمه الالفا الجيفن في المساله سواء للثلاثه اللي فوق او للثلاثه اللي تحت، وبعد كده ببدا اعمل بقى اسقاط من اول اطرح اللي فوق ناقص اللي تحت، وزي ما هيطلع وكده كده الالفا بتاعتك هتطلع لك الشكل بتاعك عامل ازاي، يعني هيطلعوا لك سواء بقى لو كانت الفا اكبر من 90 هيبقى الفي او بتافرج كله في السالب، وال 150 نفس الكلام وهكذا. ليه؟ لان انا عارف ان بعد ال 90 درجه الافرج فاليو بتاعي هيبقى بالسالب على حسب القانون اللي انا استنتجته. ده القانون بتاعي، لما احط من 0 ل 90 الرقم ده هيطلع موجب، فلما يكون في اوبت افرج موجب والتيار موجب يبقى كده الباور سبلاي بتاعتي هيبقى جايه من السبلاي رايحه لللود ماشي، وده كده شغال في ريكتيفيكيشن مود. اي الفا بعد ال 90 درجه يعني من 90 ل 180 الرقم ده يطلع سالب، هيبقى الباور بتاعتي سالبه يعني جايه من الدي سي للاي سي او من اللود للسبلاي، يبقى كده اللود بتاعي شغال ايه، او كده السيستم بتاعي شغال في الانفرجن مود. تاخد بالك من الاجزاء دي كلها، وعندك الكيسز كلها انا عاملها لك في ورق الشرح، سواء كانت بقى ب 60 ب 90 ب 120 الكيسز كلها موجوده عندك، انت بس هتطبق بنفس السيكونس اللي انا رسمت بيه ده كده على جميع الحالات الالفا الجيفن اللي عندك. طيب المساله في المطلوب الثاني كان عايز ايه؟ بيقول لي ريبيت اي، يعني كرر اللي انت عملته الاول اللي هو الافرج فاليو على التيار والروت مين سكوير فاليو على الاي سي، وارسم تاني بس لما اشيل كل السيروسترز واحط مكانهم دايودز، يعني بدل ما يكون 6 سيروستر لا حط مكانهم 6 دايود. والله انا برضو قلت لك الحته دي برضو في السكشن، ايه الفرق ما بين السيروستر والدايود؟ هو اني مفيش اي الفا للدايود، يعني الفا للدايود بزيرو، فبدل ما انا باجي عند نقطه الانترسكشن لو اجي كده الرسمه بتاعتي او انا ده كانت نقطه الانترسكشن لسيروستر واحد، المره دي مفيش دايود مفيش سيروستر واحد بقى دايود، فدي نقطه الانترسكشن ما بعدش بعدها الفا بقى على طول، هي دي بالنسبه لي هي بدايه الاوبريشن على طول، لان انا ما بحتاجش الفا للدايود. يبقى دي البدايه بتاع دايود واحد، وبعد كده دي البدايه بتاع دايود ثلاثه، ودي البدايه بتاع دايود خمسه، يرجع تاني هنا دايود واحد وهكذا بقى، النفس اللي عملته فوق تحت زي ما قلت لك، ده الانترسكشن بتاع 2 يبقى ده الدايود 2 على طول يشتغل، ده دايود 4 ده الدايود 6 ويرجع تاني دايود 2. بعد ما رسمت ده كده خلاص يبقى ده الفي بي، ده الجود البوزيتيف وده الجود النيجاتيف، اطرحهم من بعض هيطلع لك الشكل اللي عندك ده، يبقى من اول هنا اي ان ناقص بي ان يبقى اي بي، يبقى من هنا من الانترسكشن ده للانترسكشن ده هيبقى يشوف الفي اي بي اللي بعده على طول، من الانترسكشن ده للانترسكشن ده اللي هو اللاين اللي بعده اللي هو السيكونس اللي انا حافظه بقى، يبقى في اي سي في بي سي في بي اي في سي اي في سي بي. يبقى كده انا ما حطيتش اي الفا في الرسم لان انا شغال دايود، هو بيشتغل من اول ما يكون الجزء اللي عليه موجب على طول، او لما يكون الجزء اللي عليه على الكاسود سالب على طول ماشي. وخلاص رسمه التيارات سهله، اللي هو كان دايود 2 ودايود 5 واي سي، دايود 2 يبقى موجود من اول 2 ما يشتغل اللي هو هنا، وبعد كده لحد الجزء ده اللي هو 120 درجه يبقى هو شغال من هنا لهنا، وبرده دي سي
نفس الكلام، 5 شغال في الحتة دي وشغال هنا، يبقى اروح اعملهم اسقاط على طول واطرحهم من بعض يطلع لي الاي سي بالشكل ده. طب كحسابات يا باشمهندس هرجع اعمل اثبات تاني للفي اوتبوت افريج؟ لا، انا خلاص انا كنت عامل القانون بتاع الفي اوتبوت افريج، كل اللي انا هعمله ان انا القانون اللي كان عندي 3 جذر 6 على الباي في فيزر مس كوزين الفا، هقول له الدايود بتاعي بيشتغل عند الفا بزيرو من غير ما اعمل اثبات ده، فاروح حاطط اقول اجي في المعادله اللي انا كنت عامل لها اكسبريشن اشيل الالفا واحط مكانها زيرو بس واعوض الاقي ده الفي او بتاع افريج. طبعا انا عارف ومتاكد ان الافريج فاليو في حاله الدايود لازم يكون اكبر بكتير من حاله السيروستور، لان في الدايود انا ما بقطعش حاجه من الموجه، انا باخد كل يعني باخد اكبر جهد في حاله الدايود. واكرر بقى عادي الاي او بوت افريج وفي او بوت افريج على الار اي في زارم اس نفس القانون اللي هو اي او بوت افريج في جذر 2 على 3، وادي الاي او بوت افريج في حاله الدايود ما خداش في حاله السيروستور طبعا، والاي فيز خلاص على طول عوض بالقانون بتاعي واروح مطلع. ماشي كده، دي مساله مهمه جدا تطبيق على جزء الثري فيز فولو كنترول. هتقعد مع نفسك كده تقعد تعمل بقى كام الفا، مره مثلا الفا ب 30، مره الفا ب 90، مره الفا ب 120، وتصح لنفسك، والكيس دي زي ما قلت لك كلها موجوده عندك. هتراجع مع اللي انت بتحله بقى، انا بقى لما احط الفا ب 120 الشكل الفي او بتبقى عامل ازاي، هل يبقى في جزء موجب وجزء سالب ولا كله سالب، وابدا اشتغل على الحاجات دي. وطبعا باقي القوانين والكيس كلها موجوده عندك كده. يبقى انا كملت شابتر 3 اللي هو الثري فيز ريكتفاير، سواء كان هاف ويف ريكتفاير او فول ويف فول كنترول ريكتفاير على الار ال، والال تكون عندك كبيره جدا. ركزوا على الحملين دول لان دول مهمين جدا في الجزء ده، لان ده الدي سي موتور. وكده بكون شابتر 3 ان شاء الله انتهى، بالتوفيق ان شاء الله.